لا افهم انه لعيبه اساسيين عندك زي علي جبر وطارق حامد يتردد قبل ايوه المباراه يا اخي خش. قبل المباراه بيوم، هل كان ليها تأثير؟ طبعا وصلت لهم؟ طبعا. والمنتخب كله كان عارف وصلت لهم ان ايه؟ هم هيروحوا وصلت لهم. هو في واحد، شوطي؟ استنى، هو في واحد بيوافق على الانتقال من غير ما يسأل؟ يعني كان في انت اتصالات بيهم بتبيع، كمان في المعسكر؟ طب وده كلام اصلا ايه انت ده ما بقى؟ بتبيعش جهاز، انت بتبيع لاعب، انت ما بتبيعش آلة، يعني انت بتبيع دلوقتي لاعب. المفاوضات كانت تجري، الاتصالات كانت مستمرة، الخطوط كانت مفتوحة، طب ودول هيلعبوا الماتش؟ ودول هيلعبوا مباراة. واخد بالك؟ انت لما صباحة يوم المباراة عبد الله السعيد يقرأ في المواقع الرسمية ان في بلاغ للنائب العام ضده، صبيحة يوم المباراة، ده مش ضغط؟ ده اللي انا عايز ده ابقى مش ضغط؟ هو ده المناخ اللي انا مستغرب ده له، مش ضغط؟ وكل ده واصل هناك. اه طبعا كل ده واصل. بص، الفريق السعودي يعني كان قلقان جدا من مباراة مصر، طبعا لازم يقلق. ومرصودة له مكافآت غير طبيعية للفوز على منتخب مصر، هو لأنه فوجئ، مؤكد فوجئ بموقفنا في الملعب. أنت بالنسبة له المباراة، أنتوا الاتنين خسروا روسيا والأوروجواي، فبقت مباراة، أنا حتى قلت ده كأس العالم العربي. دي مباراة السعودية أفضل وأكثر الدول العربية مشاركة في كأس العالم، الوحيدة اللي عندها 4 مشاركات على التوالي. ما حصلش لأي دولة إنك ودي تروح الخامسة. كأس العالم. لا تقطعت، هي ستة. غابت فترة، بس أنت خدت 4 مشاركات ورا بعض، واخد بالك؟ بدايتها من أمريكا 94 لوس أنجلوس. فأنت عندك 4 مشاركات على التوالي، يعني أنت دولة مونديالية في كرة القدم بجد.